2016، اكتوبر 2016، حوالي 7 سنين. انت بتتعلم حاجات كتير طول الوقت، ما بيشبعش. أنا أول مرة كنت أطلع برا مصر جيت اليابان 2016، أكتوبر 2016، حوالي 7 سنين. الدنيا عدت سريع جدا، غيرتني 180 درجة. محمود قبل اليابان بني آدم بيتوتي شويتين، خجول 3 4 5 7 شويات. هو كان من الشغل للبيت، من البيت للشغل. محمود بعد اليابان كان بقى الموضوع حماسي، واخيرا في حاجه حصلت وهخرج بره مصر وهشوف بقى ناس تانية. بس الموضوع ما كانش كده، كان احنا كنا عندنا طاقه شويتين زياده عن طاقه اليابانيين. اتقابلنا بفيدباك مختلف تماما بقى من ايه، من السنسي الياباني، من التيتشر الياباني، اللي هو يعني انت مسروع يا ابني، ليه يا ابني؟ ايه يا ابني الطاقه دي كلها؟ اهدى يا ابني، عارف اللي هو اعمل لي توبكس 50 توبك. تاني يوم على طول كنت مجمع له التوبكس، حضرتك انا جمعت توبك، اللي هو يعني انا بديك 50 توبك تقعد 50 يوم، مش تجي لي تاني يوم. ان انا كنت بدرس انجلش مع اورجانيزيشن كولد اي اس اي، اتعاملت مع يابانيين ان كلوز كونتاكت، ما اذا كان بقى تيتشرز او اذا كان ناس من اللي شغاله في الاورجنايزيشن او حتى طلبه من الجونيور هاي او هاي سكول. في الاول في الجامعه احنا ما كناش بنتعامل كتير مع يابانيين لان هم خايفين من انترناشونالز ان جنرال، فكان صعب التعامل شويه، حتى لو هم بيتكلموا انجليزي بيرفكت، بس التعامل ما بين جابانيز ومع انترناشونالز جوه الجامعه كان صعب. فلما الواحد اشتغل مع اي اس اي بدات ان انت تتعامل مع تيتشرز ويدوك فيدباك، يقول لك اه انت منين، ايه ده، طب الدنيا هناك عامله ازاي، وتكتشف ان في ناس انترستد ريلي ان يور كالتشر او نيو كالتشر. فده حببني، يعني غير رؤيتي 180 درجه عن اليابان. تجربه الاونسن مثلا، يعني خلينا ان انت تخش الاونسن، تقلع كل هدومك تماما كما ولدتك امك وتخش، انك ده كانت صدمه في الاول، يعني انا مش فاهم ازاي اعمل كده، انت فاهم؟ اتليست انا معايا لسه الفوطه اللي معايا وزي الفل، يعني انا معايا الطاول وداخل بيها حضرتك. فالراجل بيقول لي لا، يعني ممنوع تخش بطاول الا طاول صغيره قد كف الايد. فالموضوع كان كان اوكورد جدا. دي كانت اول صدمه بالنسبه لي. حاجه فقعت مرارتي، التعامل مع الناس في الشغل. حاجه فقعت مرارتي فعلا، التعامل مع الجابانيز وركينج كلتشر. انا مش فاهم حقيقي لحد دلوقتي، يعني ان انت تبقى كرييتيف ده مش محبب مع الناس اللي انا اشتغلت معاهم. الدسكشن، مفيش اريا، مفيش مساحه ان انت تتناقش مع الناس، بالذات مثلا في مجال شغلي ريسيرش. فالريسيرش بيتطلب انت تناقش مع السوبرفايزر بتاعك، ولازم تاخد وتدي معاه. انت تقول حاجه واحده بس جميله جدا في اليابان، اهم كلمه في الجابانيز كلتشر، يقول له حاضر، اي حاجه حاضر حاضر. انت فاهم بقى مش فاهم، قول حاضر، يعني افهم بعدين. جاست قول هاي. طيب انا هكون صريح معاك في موضوع الاكل. احنا مثلا كمصريين مثلا او كعرب ان جنرال، احنا الغداء بتاعنا غدا ياباني بنتو، بوكس قد كده فيه دوبك حت يعني بوله رز. احنا بنضطر نروح all you can eat عشان نعرف يعني نستمتع بالاكل، او نروح عند مطاعم امريكيه عشان يعني يبقى فيه كميه معينه. فهاشتاج ما بيشبعش. يعني معاك مثلا انترناشونال سوسايتي تعرف تتكلم معاهم، لو انت محظوظ جدا زي انا كده هيبقى معاك ناس من الكالتشر بتاعتك زي حضراتكم. بصراحه والله العظيم من غير اي حاجه، من غيركم يعني اليابان ما كانتش هتمشي، لان الواحد بيبقى عليه ضغط منتالي كبير جدا باليابانيين اللي حواليه، فلازم يفضي الضغط ده مع اي حد.
لو عندك اصدقاء وبالذات من الكالتشر بتاعتك ناس انت بتعتبرهم كأقل حاجة تتقال بصراحة اخوة واكتر من اخوة كمان. ف يعني انتوا خليتوا الدنيا جميلة جدا معايا في اليابان وبالذات مع الضغط اللي انا يعني اتعرضت ليه في الجامعة مؤخرا. فبصراحة كان منفذ كبير ده اللي خلاني اسرفايف الفترة ديت. اليابان كيوت فيها ناس حلوة كتير فيها ناس برضو مش حلوة كتير. ما تحجزش نفسك في الشغل طول الوقت, غير جو, حاول تتعرف على الكلتشر, ما تاخدش موقف من الناس, تأقلم مع الناس. والنبي أحلى راس, شوف الجمال, شوف الحلاوة, ايه الحلاوة دي؟ والنبي أحسن الله.